السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في قناة مركز خدمات المحمول. فيديو النهاردة لمستخدمين شبكة اتصالات الإمارات، واللي فيها نتكلم عن تطبيق بسمات من اتصالات، وهو عبارة عن برنامج من ضمن البرامج اللي بتقدمها شركة اتصالات الإمارات، واللي ليه مزايا عديدة. بمجرد ما تحمل التطبيق وتسجل فيه هتبدأ تجمع نقاط اللي بيها هتستفاد بخصومات متعددة زي الترفيه والسينما والسفر والصحة وخيارات تانية كتير. هتجمع النقاط بطريقتين، الأولى لما تشحن رصيد أو تدفع فاتورة، أما الطريقة التانية فهتجمع نقاط شهريا عبر الباقات السنوية المفوترة الجديدة، وبيتم إضافة النقاط لحسابك شهريا طالما الخط مفعل. هتستفاد من النقاط دي بطرق متعددة، الأولى ممكن تستخدمها كقسائم للتسوق، والتانية هتحصل بيها على خصومات من مواقع مختلفة أو لدفع الفواتير أو خصومات على السفر ووسائل الترفيه المختلفة وكمان خدمات الصحة. ده كان تعريف بسيط وسريع للتطبيق. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر أنصحك تقرأ المقال اللي موجود على موقع مركز خدمات المحمول، رابط المقال في وصف الفيديو. وبكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجاية. أشوفك في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.